اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي جيم. اليوم حتكون مجمل حلقتنا حول الفوز الكبير للاهلي والاتحاد، حيث فاز الاهلي على أنس كيرواتوز المالي بهدفين مقابل هدف في مالي، والاتحاد ايضا فاز على سونديب النيجيري باربع اهداف مقابل هدف. نبدو كيف ما عودناكم مشاهدينا حلقتنا اليوم باخبارنا السريعه، نشوف الاخبار بعدين نرجع. طائرة السويحلي تواصل استعداداتها بمعسكرها التدريبي بتونس تأهبا للبطولة الأفريقية. اختتام بطولة قدامى لاعبي الكرة الطائرة للمناطق والتي أقيمت بالقاعة الكبرى بفوز منتخب بلدية طرابلس بلقب البطولة. الشاط يتغلب وديا على النصر زليطن بهدفين مقابل هدف ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة. فريقا المهدية والقرضبية يقصان شريط افتتاح دوري الفئات السنية بمنطقة سبها. فريق الاتحاد يواصل مشاركته في دبي الدولية لكرة السلة ويفقد مباراته الافتتاحية أمام الأهلي الإماراتي. فما شفنا مشاهدينا السويحلي يستعد لاستكمال الدوري الليبي ويستعد ايضا للبطوله العربيه في مصر شهر مارس الجاي. ايضا الشط يواصل استعداداته الجايه في انتظار عوده الدوري، والنصر زليتن يواصل مبارياته الوديه مع انديه الدرجه الاولى. ايضا مشاهدينا من اخبارنا السريعه ننتقل الان الى بنغازي. تحذيرات فريق الأهلي للكرة الطائرة تحت إشراف المدرب الشاب عادل تنتون للبطولة العربية للأندية في مصر، نشوف التقرير ونرجع لكم. قبل حوالي شهر فات كانت بداية ممتازة، وكانت يعني تقدر تقول في استجابة كبيرة من الرياضيين بحكم ان الرياضيين صغار في السن، اغلب الرياضيين صغار في السن، والحمد لله بفضل الله كانت استجابة كبيرة من الرياضيين. وبالنسبة للفريق نعتمد طبعا على العنصر المحلي وليس العنصر الاجنبي، يعني عدم وجود محترفين في الفريق، وهذه تعطي دفعة كبيرة للفريق التقدم للامام. ومن فضل الله يعني عندنا عناصر شابه ممتازه من احسن العناصر على مستوى ليبيا، يعني ان شاء الله نقول نحقوا الافضل بالنسبه لليبيا والبلاد والنادي الاهلي ان شاء الله. عندنا استعداد ممكن من حيث شهر ونص تقريبا من يوم 9/1. الفريق مكتمل بجميع عناصره، 18 رياضي محليين جميعا، جهاز فني محلي مكتمل الفريق. عندنا جيل صاعد من اللاعبين، تقريبا 8 لاعبين استعدوا قاعدين للبطوله الافريقيه ونهايه الدوري الليبي في طرابلس ان شاء الله. ان شاء الله داخلين في معسكر استعداد خارجي الفتره القادمه، ما زلنا نحضروا له قبل البطوله الافريقيه، حنلعبوا كم مباراه وديه ان شاء الله في مريف مصر العربي. بالتوفيق ان شاء الله للاهلي بنغازي. كيف ما شفنا فريق الاهلي طعم صفوفه بلاعبين خبره، يعني زي مجدي عبده لاعب الاهلي طرابلس السابق، وايضا بشير بن غزاله لاعب نادي الاتحاد مصراتة. وما زلنا في بنغازي ونمشوا لحي سلام، حيث انطلقت تدريبات فريق الاول لكره القدم بنادي الهلال، ذلك في نادي الشمال بنغازي، استعدادات الاستحقاقات القادمة في حالة إعادة الدوري من جديد. نشوفوا أيضا التقرير وبعدين نرجع لكم، نتابع التقرير.
اليوم أول تدريب الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال. نتيجة تأخير في البداية التدريب طبعا نتيجة ظروف نادي الهلال، لأن مقر النادي وقع في منطقة اشتباكات. حاولنا اليوم أن نجمع جميع الرياضيين اللي مستهدفين للتدريب، اليوم الرياضيين اللي أصبحوا الآن نتيجة الأمر انتقلوا للفريق الأول، وحاولنا نساعد الرياضيين الفريق الأول السابقين باستثناء الرياضيين اللي قاعدين طبعا في يلعبوا خارجين إعارات من النادي. إن شاء الله البداية تعتبر مشجعة نوعا ما. ظروفنا صعبة في الحصول على ملاعب التدريب، لكن إن شاء الله بإذن الله نحاول باتصالنا ببعض الأندية وبعض المسؤولين في الرياضة بنغازي أن نوفر الملاعب التدريب. إن شاء الله رب يوفقنا بإذن الله، وحتكون الفترة الجاية أفضل من البداية بإذن الله تعالى. هذا أول يوم بداية استعدادات الفريق الأول فريق الهلال. طبعا احنا كنا في فترة سابقة نحاول نسعى نبدو قبل الوقت هذا، لكن الظروف ما سمحتش وتوكلنا على الله وبدينا اليوم بأول بداية. إن شاء الله تكون بداية موفقة، يعني أغلب جل الفريق المجموعة من الفريق الشباب اللي هم الأواسط نحاول نكون نواة فريق جديد للفريق الهلال. طبعا ما نش عارفين في هذه الفترة هل في دوري ما فيش دوري، لكن احنا بنحاول ونستعدوا أقل شيء نكونوا متواجدين أو جاهزين بنسبة 70% أو 80% للمرحلة القادمة. بالإضافة إلى الجدول الزمني للاستعدادات، موضوع برنامج عام للفريق الأول ممكن تعدى الأربع وخمسة أسابيع كبداية أولى، تعتمد في الاستعداد البدني بالدرجة الأولى، وبعدين حندخلوا في مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الخططي والنفسي إذا كان في منافسة للفترة السابقة القادمة. أتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الهلال بنغازي. تفاصيل أكثر حول استعدادات الفرق الليبية بشكل عام في جميع الرياضات، يعني ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الصحفي الرياضي عماد العلام. مرحبا بك أستاذ. نعم، مساء الخير ليك ولكل مشاهدي قناة 218. مرحبتين بك أستاذ، أنت ديما مشرفنا في برنامج جيم. بداية أستاذ، يعني استعدادات فريق السويحري كيف ما شفنا في التقرير لكرة الطائرة في تونس، كيف تشوف استعدادات فريق السويحري؟ هل توقع أنه حينافس في البطولة العربية وكذلك حتى بالإضافة إلى نادي أهلي بنغازي، وهل حيواصلوا يعني الفريقان لأدوار النهائية أم لا؟ طبعا بالنظر للمستوى المتميز اللي قدم فريق السويحري في بطولة هذا الموسم حتى الآن من خلال مراحل دوري كرة الطائرة في ليبيا، السويحلي ظهر بمستوى متميز جدا، يملك صحيح. عدد من اللاعبين الخبرة وأيضا الشباب اللي حيكون لهم مستقبل كبير. استعدادهم في هذا المعسكر في تونس سيضاعف بالتأكيد بالجرعات التدريبية، وسيساهم أيضا في ظهور الفريق بشكل جيد، لأن كرة الطائرة تعتمد على الاستعداد الجيد والاحتكاك. صحيح. أعتقد أن السويحلي سيلعب مباراة ودية في تونس ستستفيد منها السويحلي هذه المباريات. أيضا الأهلي بنغازي يضم الآن أفضل اللاعبين اللي تم إضافتهم للفريق، مجدي عبدو كأفضل ضارب في ليبيا، وأيضا بشير بغزالة في التحضير. صحيح. بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الذي تم ترقيتهم من الصفوف الأواسط، فريق الأهلي بنغازي سيكون له أيضا مستوى جيد أعتقد في الفترة القادمة، ومشاركة نتوقع أنها تكون متميزة، خاصة أن الأهلي بنغازي عودنا في مثل هذه المشاركات بالنتائج الإيجابية وتشريف كرة الطائرة الليبية. صح، يعني نحن الأهلي استعدادات الأهلي بنغازي لنفس البطولة، يعني أنت الأهلي بنغازي ضاف كثير من اللاعبين، وإدارة النادي قررت أن هي تشارك بلاعبين محليين، هل تشوف حسب رأيك هذا القرار صائب أم لا؟ أعتقد أن اللاعبين المحليين
دفع باللاعبين المحليين في هذه المرحلة وتشجيعهم شيء مهم ومطلوب. هو قرار صائب، ولكن في نفس الوقت كان من الممكن تدعيم الفريق بلاعب أو اثنين محترفين، لأن اللاعب المحترف في الكرة الطائرة أعتقد أنه هو يضيف على مستوى النتائج ويساعد اللاعبين الشباب وأيضا اللاعبين المحليين في تحقيق نتيجة إيجابية. أعتقد أنه كان من الأفضل إضافة لاعب محترف على الأقل يعني، ولكن ثقتنا في هؤلاء الشباب فريق الأهلي ببنغازي وأيضا اللاعبين الخبرة مثل اللي مثلهم مجدي عبدو وبشير بنغزالة، هم أيضا لاعبين لهم مستوى يعني سمعة جيدة في كرة الطائرة ومستواهم صراحة يعني لاعبين منتخب ليبيا لكرة الطائرة. أستاذ عماد، ننتقل إلى عالم كرة السلة. يعني نحن نعرف أن توا نادي الاتحاد يلعب في دبي، بطولة دبي الدولية. كيف تشوف أداء فريق الاتحاد بشكل عام؟ فريق الاتحاد لكرة السلة يمر بمرحلة تجديد، وهو يملك لاعبين على المستوى المحلي من أفضل اللاعبين في كرة السلة، وتاريخ الاتحاد في كرة السلة معروف، تاريخ كبير. يكفي أنه هو الفريق الأول في عدد البطولات المحلية على المستوى المحلي، أيضا الفريق لديه مشاركات سابقة حقق فيها نتائج إيجابية. هذه الفترة تمر كرة السلة بظروف توقف البطولة، لكن هذا لا يمنع أن فريق الاتحاد سيقدم مزيد من المستوى الجيد، وأعتقد أنه هو سيواصل الأداء في هذه البطولة، وهي مفيدة جدا بالمناسبة. يعني هذه البطولات ستفيد الاتحاد وأي فريق ليبي يشارك فيها. يعني كان منذ أشهر قليلة شارك الأهلي بطرابلس وكانت نتائج إيجابية وقدم مستوى كبير. اليوم نشوف الاتحاد يشارك، وهذه فرصة جيدة للاعبين ولإدارة الفريق أن هي تجمع اللاعبين بهذه الطريقة لحين استئناف الدوري الليبي لكرة السلة. أستاذ عماد، يعني نحن شفنا في أول مباراة لفريق الاتحاد مع الأهلي الإماراتي اللي هي خسر فيها المباراة، يعني هل ستعرقل في باقي البطولة، ولا أنه هو حيمشي إن شاء الله والخسارة هذه مش حتعيقه في قادم المواعيد؟ هي خسارة مباراة في كرة السلة وفي مثل هذه البطولات لا تعني شيء حقيقة مع حجم المشاركة والفوائد المرجوة من هذه المشاركة. صحيح. الهدف من المشاركة لا أعتقد أن الهدف هو تحقيق اللقب بالدرجة الأولى، بقدر ما هو المنافسة ويعني منح اللاعبين فرصة للاحتكاك مع لاعبين مع فرق يعني مع أندية أخرى يعني تشارك في هذه البطولة، يملكون لاعبين يعني لاعبين مهارة ولاعبين محترفين. هي فرصة جيدة ومازال فرصة مواتية للاتحاد للتدارك. أيضا سيلعب الفريق أكثر من 4 مباريات، هي يعني قادر الفريق في استدراك النتيجة المباراة السابقة، وسيقدم الفريق بإذن الله يعني مستوى جيد. أستاذ عماد، طبعا بعد إذنك طبعا خليك معنا شوية، هيك نمشوا الفاصل قصير وبعدين نرجع لكم بإذن الله. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ويستمر معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الصحفي الرياضي عماد العلام. مرحبتين بك أستاذ من جديد. أستاذ عماد، نبدو من آخر حدث رياضي هو فوز الأهلي مساء الأمس بالعاصمة المالية باماكو، هل على فريق الأونز كيف ما رأينا في المباراة بشكل عام؟ يعني كيف رأيتك المباراة بشكل عام؟ احكي لنا عليها أستاذ. هو بالتأكيد الفوز اللي حقق الأهلي يوم الأمس على فريق أونز كرياتورز المالي هو يعني بمثابة بداية مثالية للفريق في هذه المشاركة الأفريقية بعد عدة مشاركات أخفق فيها الفريق في تجاوز الدور التمهيدي. مباراة يوم الأمس كانت صعبة على اللاعبين وعلى الطاقم الفني باعتبارها أول مباراة، وفريق الأهلي يضم عدد من اللاعبين الشباب، 8 لاعبين شباب لم يلعبوا أي مباراة أفريقية رسمية أو دولية في السابق، فكانت الصعوبة في عملية
أن يخوض الفريق في هذه المباراة خارج أرضه يعني في ظل هذه الظروف. لكن الفريق تجاوز الأزمة بعد الشوط الأول تأخر فيه بهدف لصفر. نعم. الشوط الثاني استطاع المدرب جمال بنوارة بقيادة الفريق لفوز مهم وتاريخي أعاد الفرحة للجمهور الليبي. صحيح. خاصة أن الأهلي يمثل كرة القدم الليبية في هذه البطولة. وفوز أعتقد أنه هو مكن الأهلي أنه هو يمسك نص ورقة العبور للدور القادم وعلى أن يكمل المهمة في ملعب سوسة بعد أسبوعين. نعم. أستاذ عماد خلينا نشوف هذا التقرير تفاصيل أكثر عن المباراة بصفة عامة. نشوف التقرير وبعدين نرجع إن شاء الله. عاد الأهلي بطرابلس بانتصار هام وثمين على حساب مضيفه أونز المالي عندما هزمه بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا. فبعد أن كان متأخرا بهدف في الشوط الأول نجح أبناء المدرب الوطني جمال أبو نوارة في الشوط الثاني في قلب الطاولة على الماليين بعدما أدرك قائد الأهلي محمد عيسى التعادل بكرة صاروخية رائعة قبل أن يتمكن المهاجم الدولي محمد الغنودي من إحراز هدف الفوز بواسطة ركلة جزاء مستحقة لأبطال الدوري الليبي. وبهذا التفوق الباهر يكون رفاق النجم طارق التايب قد أنجزوا المهمة الأولى بنجاح كبير بعدما قطعوا خطوة معتبرة نحو التأهل للدور 32 وبالتالي الاقتراب من الهدف المنشود وهو بلوغ دور المجموعات والمنافسة الجادة على الظفر بالتاج الأفريقي. فريق ليبي وعلى المسموع يعني. طبعا أنت تعرف أخي إبراهيم أن الجمهور الليبي يعشق كرة القدم والجمهور يعني كل الجماهير الرياضية بتتابع فرقها خاصة في المشاركات الإفريقية والمشاركات الدولية. أكيد. يعني من حق الجمهور الرياضي أنه هو يتابع المباريات والشغف في كرة القدم يعني يوصل درجته خاصة لما تبدأ المباراة على المسموع يعني على الراديو. فيعني صعبة كان يوم صعب على الجمهور لأنه لم يتابع فريقه. أكيد. لكن في النهاية كانت فرحة الجماهير أعتقد أنها فرحة كبيرة خاصة بعد الفوز الصعب والفوز المهم خارج الديار لأن زي ما تعرف ثقافة الفوز خارج الديار ما زالت تنقصنا ونفرح لأي فريق ليبي يفوز خارج الديار يعني هذه شيء كبير وشيء مهم يعني في كرة القدم. صحيح. على ذكر جمال بنوارة أنت من رأيك يعني كصحفي رياضي هل هو خلاص كسب الرهان ولا مازال في قادم المواعيد يعني نحن مازال الخلاصة نجاح جمال بنوارة مازال مش هنشوفها تو. هي كبداية يعني بداية زي ما قلت لك بداية موفقة جدا مع المدرب جمال بنوارة وفي الأصل يعني المراهنة على مدرب وطني وفي قيمة جمال بنوارة أعتقد أنه هو يعني شيء مهم وشيء يحسب. صحيح. للنادي الأهلي بطرابلس اختيار المدرب الوطني لأن المدرب الوطني يحتاج لمثل هذه الدفعة وهو مكسب لكرة القدم الليبية بالدرجة الأولى يعني قبل أن يكون مكسب للأهلي أن يكون هناك مدرب وطني قادر على قراءة المنافسين وتحقيق النتائج الإيجابية. هذه هي البداية وليست النهاية. نعم. يعني مشوار اتوقع انه هو يكون طويل يعني في هذه البطوله باذن الله. معك معنا تو حاليا صديقك جمعه الباوندي زميلك او الزميل جمعه الباوندي رئيس تحرير جريده نادي الاهلي طرابلس سابقا. مرحبا بك استاذ جمعه. استاذ جمعه تسمع فيا؟ مرحبا استاذ جمعه. أستاذ جمعة بداية نبدأ معك يعني كيف شفت مجريات مباراة الأهلي بشكل عام؟ والله المباراة طبعاً حين خلاك لكن طبعاً متابعنا في نادي الجزيرة إن الأهلي يمكن كان في البداية سيطر ولعب بشكل غير حسب يعني لعبة مخصصة لمنافسة كابتن جمال بنوارة ولكن رغم منه رغم كل الهدف الاهلي لكن ما تاثرش بالهدف وعرفت كيف يرجع. نعم. ونسجل هدف التعادل وتم هدف الانتصار وطبعا هذا كله بسبب معنويات كبيره اللي حصلها مع اللاعبين في المباريات الاخيره اللي كانت في مدينه طرابلس الدولي.
استاذ عماد عفوا على المقاطعه، استاذ جمعه عفوا على المقاطعه، ولكن يعني الصوت واطي شويه، يعني تكون في مكان في تغطيه ولا يعني يعلى الصوت شويه او تعلي صوت حضرتك؟ انا ما نسمعش فيك كويس. استاذ جمعه هو كانما التغطيه ضعيفه او حاجه كفك يعني. واصل نسمع فيك استاذ. تمام استاذ جمعه تقدر تواصل. نعم تفضل. ثقه صحيح. حتى ان الحمد لله المنازل شاهدنا عندنا في المكان الاهلي قياسا بالناس اللي كانت الناس الماضي الفريق تغير كثير جدا تغير في المدينه الكليه، ولكن هذا المدرب اللي كان من وراء عرفت نحن فريق قوي فريق يرجع للاهلي ثم المكان نعم. استاذ يعني سالت بدري سؤال الاستاذ عماد، هو يعني ان جمال بن وارة كبدايه تعتبر موفقه، ولكن في قادم المواعيد يعني هل انت تشوف يعني نعتبره انه هو حيتوفق مستقبلا ولا شنو راي حضرتك؟ من عبد من شاف، ولكن انا وقت كله وحاطب ما نسمع من مدرب جمال جلاله من مدرب نفسه من اللاعبين اللي تمثل بعض المباريات اللي سبق سابق ان هم عندهم حاجات اراده كبيره لتقديم شيء مشرف للمدير الاهلي او التقدم للمديره، وطبعا هذا حيساعد الاهلي على تحقيق نتائج ايجابيه. انا معقد الاهلي طبعا ان شاء الله حيساعد الدور الاولمبي هذا وحيرفع بكل قوه اللي الماضي، وهذا بيعزز احداث حتكون انجاز كبير سواء الاهلي او الكره الجديده قياسا بالظروف اللي تمر بها البلاد والبلاد الدولي. نعم نعم. استاذ جمعه الباوندي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. نرجع لاستاذ عماد، نرجع لك استاذ. طبعا استاذ شفت يعني شن تعقيبك على كلام استاذ جمعه الباوندي؟ والله هو في صعوبه في سماع صوت الاستاذ جمعه الباوندي، لكن حسب فهمت انه الفرحه واضحه يعني اكد على ان جمال بن وارة كمدرب يعني وطني باستطاعته انه هو يقدم الافضل مع الفرق التي تولى تدريبها، وخاصه انه هو يدرب فريق اللي تخرج منه او النادي اللي تخرج منه جمال بن وارة. اكيد. فلهذا انا اتوقع، انا على الصعيد الشخصي اتوقع النجاح لجمال بن وارة، لان جمال بن وارة من المدربين الذين يملكون الكاريزما والشخصيه مع اللاعبين، وباستطاعه جمال بن وارة انه هو يعني على الصعيد النفسي والجانب النفسي يتعامل مع اللاعبين من الجانب النفسي. واكد امس في مداخله يعني في اتصالات مع جمال بن وارة امس اكد انه هو ان العامل النفسي كان له دور في الشوط الثاني، انه هو يغير صحيح من نتيجه المباراه، واستطاع انه هو قراءه نفسيه اللاعبين استاذ عماد وتعامل معها في الشوط الثاني. استاذ عماد سامحني على المقاطعه، ولكن على ذكر العامل النفسي، شن تاثير طارق التايب على اللاعبين بشكل عام في وجوده، حتى اللاعبين الشباب يعني في انه حتى في وجوده انه هو ما كانش ما لعبش في المباراه بشكل عام؟ بالتاكيد هو في وجود نجم كبير مثل طارق التايب مع الفريق يعني في القائمه الافريقيه مع الفريق في حد ذاته يعني دافع كبير للاعبين الشباب اللي منهم لم يلعب اي مباراه دوليه في السابق، صحيح يجد جنبه نجم كبير مثل اللاعب طارق التايب، بالتاكيد لها تاثير كبير حتى وان لم يشارك طارق نظرا طبعا لحالته البدنيه او لعامل السن، لكن وجود طارق يساعد حتى المدرب جمال بن وارة في الدفع باللاعبين الشباب وتشجيعهم على الوقوف في الملعب والاداء هذه المباريات الافريقيه اللي هي الدوليه اللي هي جديده عليهم. صحيح. طيب بشكل عام استاذ عماد يعني شنو ما هو افضل لعيب يعني افضل لعيب شدك في المباراه بصفه عامه؟
والله زي ما قلت لك ابراهيم احنا لم نشاهد المباراه حقيقه يعني المباراه لم نشاهدها يعني، ولكن اللقطات التي وصلتنا بحسب اللقطات التي وصلت حتى من الملعب وحسب مجريات المباراه اللي تعرفنا عليها لاحقا ان اللاعب او الحارس احمد الفيتوري كان نجم المباراه واستطاع ان هو يدود عن المرمى الاهلي بشكل كبير، خاصه ان هو هذه اول مباراه رسميه محلية أو دولية، حتى مباراة محلية رسمية لم يلعب أحمد الفيتوري، فلهذا أن يعني يتم الدفع به في هذه المباراة الدولية ويظهر بهذا المستوى يعني هو تحدي كبير للحارس، وأيضا تحدي كبير للمدرب أن هو دفع بهذا الحارس وفعلا كان قد المسؤولية، ونجح الحارس أحمد الفيتوري أن هو يقدم مستوى كبير بشهادة جميع اللاعبين أن أحمد الفيتوري كان بطل المباراة يوم أمس. إدارة نادي الأهلي يعني هل نجحت كبداية يعني أن هي حطت ثقة في مدرب محلي اللي هو أو لاعبين شباب في نادي الأهلي ومدرب محلي كيف جمال بنوارة؟ والله بصراحة لست في مقام يعني تقييم وضع الإدارة، لكن الرهان على المدرب الوطني أرى أنه هو يعني صائب شيء إيجابي في هذه المرحلة سواء للأهلي بطرابلس أو لباقي الأندية. المدرب أنا مع فكرة الدفع بالمدربين الوطنيين وتشجيعهم وتأهيلهم ومنحهم الفرصة، لأن لو لم تأتي هذه الفرصة لجمال بنوارة لإثبات الوجود ما كنا لنرى هذا الأداء من اللاعبين الشباب وهذا المستوى الكبير اللي ظهر به الأهلي خلال المباراة الودية وخلال مرحلة الاستعداد وأيضا خلال مباراة يوم الأمس اللي نجح فيها الأهلي في قطع نص ورقة العبور وهو لم يتحقق للفريق خلال المشاركات الأخيرة اللي كانت مخيبة للأمال. صحيح. لكن هذه المشاركة بأقدام هؤلاء الشباب وأيضا بمدرب وطني أعتقد أنها هي من الرهان على المدرب الوطني الآن في محله بالنسبة لإدارة النادي. صحيح أستاذ عماد، يعني ما زلت معنا حنحكوا بعد الفاصل علي فوز آخر كبير وفوز نادي الاتحاد على سنديب النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. فاصل قصير وبعدين نرجع لكم ما تبعدش. على خاطر ما نعرفش جاية بين مؤيد ورافض كثيرة من مؤتمر روما إلى إسخرات إلى مالطا، كيف ترى هذا الحراك بشكل سريع؟ مهنتهم حياتهم من أجل إيصال الحقيقة. تبي تعرف شو ندير هنا؟ خليك انت معي تعرف شو ندير هنا. انت اللي بالحب بديت واليوم انسيت. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وتوا نحكوا على فرحة ثانية للكرة الليبية بشكل عام وهو فوز فريق الاتحاد الجمعة الماضية على سنديب النيجيري بنتيجة عريضة وصلت لأربع أهداف على ملعب الطيب المهيري. أستاذ عماد كيف شفت هذا الفوز وخاصة أن شوف المباراة هذه حضرتها يعني مباشر؟ نعم هو فوز كبير لفريق الاتحاد. نعم. وبداية اعتبرها يعني أكثر من ممتازة. الفوز بأربعة أهداف في مباراة الذهاب سيريح الفريق في مباراة الإياب في النيجر. فريق الاتحاد هو متخصص في
في في في في التأهل على فرق النيجر وغيرها من الفرق الأفريقية طبعا. صحيح. لكن بالنسبة لفرق النيجر دائما الاتحاد ما يتأهل عليه هذه الفرق بسهولة، وشفنا يوم مباراة يوم الجمعة كانت مباراة يعني أداها الاتحاد رغم نقص عدد في عدد من اللاعبين المميزين داخل الفريق، لكن الفريق استطاع أن يتجاوز هذه المشكلة واستطاع أن هو يحقق الفوز. أكيد. هي بداية والبداية كانت ممتازة. أكيد. ونتوقع أن الاتحاد حيقدم مباراة كبيرة أيضا حتى في النيجر وتأهل يعني على مرمى حجر. هو الآن أمسك أيضا بنفس الورقة ونفس الورقة سيختمها في النيجر. نعم. في نيامي، وإن شاء الله يعني يتأهل الاتحاد كما عودنا يعني إن شاء الله في النيجر. إن شاء الله بإذن الله. طبعا مشاهدينا خلينا توا نشوفوا أجواء المباراة وفوز فريق الاتحاد ونشوفوا الأجواء بصفة عامة ونرجع لكم، ما تبعد. بالإصرار والمثابرة والثقة بالفوز افتتح عميد الأندية الليبية مشاركته في الدور التمهيدي لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالفوز على نظيره سونديب من النيجر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليسعد جماهيره في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الطيب لمهيري بصفاقس التونسية. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين لواحد، حيث سجل الاتحاد في الدقيقة التاسعة عن طريق مدافعه الأنيق أسامة شطيبة، وعدل سونديب قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي عيدي. وقبل النهاية وبجهد جماعي بين لاعبي الاتحاد ومن كرة مرفوعة من الجهة اليمنى من اللاعب مؤيد لجريتلي لتجد رأسية منصور البركي ليسكنها الزاوية اليسرى لحارس فريق سونديب. وهاجم أبناء نبيل الكوكي في الشوط الثاني ونجحوا في تسجيل الهدف الثالث من كرة رأسية للمدافع المعتصم بالله صبو. الهدف الثالث عن طريق الصبو. وجاء الهدف الرابع عن طريق محمد الترهوني. جول. لينتهي اللقاء برباعية وبهذه النتيجة يكون الاتحاد قد ضمن بنسبة كبيرة تجاوز الممثل النيجيري وتأهله للدور الثالث، وننتظر وكلنا أمل وتفاؤل مباراة الإياب بين الفريقين والتي ستقام في النيجر يوم 27 من شهر فبراير الجاري. فوز مستحق، تحقيق فوز كبير. فرحة كبيرة طبعا لجماهير نادي الاتحاد وحتى الجماهير الليبية بصفة عامة. أستاذ عماد، كيف شفت نقاط القوة عند فريق الاتحاد وأيضا حتى نقاط الضعف عند الفريق؟ طبعا الاتحاد كممثل لكرة القدم الليبية في هذه البطولة كأس الاتحاد الأفريقي ضرب بقوة من البداية وما خلاش شيء للصدف. فوز كبير ومهم. أعتقد أن أبرز نقاط القوة في الفريق هو اللاعبين الشباب. صحيح. يعني أسماء كثيرة، مؤيد الجريتلي، محمد الترهوني، المعتصم المصراتي، لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل كبير وأيضا حيقدموا مستوى جيد في هذه المشاركة. أما بعض نقاط الضعف، المشاكل اللي قد يواجهها الاتحاد هي مشاكل الإصابات اللي تصادف بعض اللاعبين، محمد الطبال، لاعبين آخرين في بعض الإصابات، يعني هي ربما يعني تعرقل الاتحاد، لكن مسيرة الاتحاد مستمرة والتأهل على مرمى حجر.
أيضا مشكلة أخرى هي مشكلة عدم الاستقرار الفني بالنسبة للاتحاد. نعم. تغيير المدربين في زمن قياسي. صحيح أن المدرب نبيل الكوكي هو لاعب سابق ومدرب سابق للأفريقي التونسي وأيضا الهلال السوداني، يملك تجربة جيدة في الملاعب الأفريقية، لكن ضيق الوقت، كنا متخوفين من ضيق الوقت بالنسبة للاتحاد، لكن مع وجود منافس من النيجر ستكون فرصة أمام المدرب الكوكي لتصليح الأوضاع في المرحلة القادمة بعد مباراة بعد التأهل للدورة 32 إن شاء الله، إن هو يصحح مزيد من الأوضاع. أيضا نتمنى الاتحاد يعتمد على المعسكرات الداخلية أفضل من المعسكرات الطويلة الأمد الخارجية اللي هي أتت تتعدم يعني جدواها يعني في بعض الأحيان. في المجمل الفريق يعني يمر بمرحلة تصاعدية، ومن الممكن أن هو يتجاوز هذه الأزمات بشكل سريع، خاصة في وجود مدرب له تجربة سابقة في الملاعب الأفريقية، المدرب نبيل الكوكي. أيضا وجود عدد مميز من اللاعبين الشباب اللي ينتظرهم مستقبل كبير، وهم اللي شفناهم في مباراة يوم الجمعة، هم اللي قادوا الاتحاد لهذا الفوز الكبير، وفريق وفوز حيأهلهم للدور 32 إن شاء الله. إن شاء الله. التوفيق من عند الله إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفهم في الدور 32 والمستوى يكون أفضل بكثير من مباراة يوم الجمعة الماضي. إن شاء الله بإذن الله. تقريبا يعني اللاعبين الأجانب اللي في صفوف نادي الاتحاد، وتقريبا حتى الإدارة بتتعاقد مع لاعبين جدد بخصوص اللاعبين، تفاهموا معهم يعني، هل حيقدموا إضافة في قادم المواعيد؟ وش رأيك يعني؟ والله بالنسبة للاعبين الأجانب حاليا ما يقدرش يضيف لاعبين أجانب إلا بعد نعم الاقتراب من دوري المجموعات. لكن هو الحارس الآن الموجود، الحارس العاجي الموجود، هو حارس مميز، أخطأ في مباراة يوم الجمعة خطأ، ولكن خطأ. نعم. في المجمل في أدائه في المباراة كان يعني يمتاز بطول القامة والخروج الجيد، ولاعب حارس يعني هو من الحراس المعروفين في القارة الأفريقية، وسيقدم الإضافة بالنسبة لهذا الحارس أزادي، حارس مميز، حارس سيستفيد منه الاتحاد في المشاركة، وهو فرصة حتى للحراس الاتحاد أنهم يستفيدوا من الاحتكاك بهذا الحارس وتدرب معه. وبالنسبة للاعبين الأجانب هو لا يستطيع الآن إضافة لاعبين جدد لأن القائمة الأفريقية أقفلت بعد انطلاق البطولة، ربما في إذا تأهل الاتحاد للأدوار القادمة سيتمكن من إضافة لاعبين، واتمنى أن اللاعب المحترف اللي يتم انتدابه للاتحاد أنه هو يكون في مستوى أكثر من أقوى من مستوى اللاعبين المحليين حتى يقدم الإضافة. أما إذا كان المستوى اللاعبين المحترفين سواء في الأهلي أو الاتحاد أو أي فريق آخر ليبي آخر، إذا لم يستجلب محترف يكون مستواه الفني يعني أفضل من مستوى اللاعب المحلي، فالفرصة لتكون اللاعب المحلي أفضل بصراحة. صحيح. نتمنى أن هذه إدارة الاتحاد تستفيد من الأخطاء السابق ويكون اللاعبين المحترفين في المستوى عالي، وحتى يستفيد منهم الفريق والدخول لدوري المجموعات وتشريف كرة القدم الليبية، لأن الاتحاد يمثل كرة القدم الليبية في كأس الاتحاد الأفريقي، واتمنى التوفيق للاتحاد. ما زلت معنا أستاذ عماد، وطبعا كالعادة الجمهور الليبي بعد كل فوز لفريقة تخرج باحتفالات جميلة جدا وتقدم في ألواح مبدعة، يعني كاميرا 218 رصدت فرحة جمهور نادي الاتحاد بعد المباراة مساء الجمعة، نتابع وبعدين نرجع لكم إن شاء الله. المجهودات المبذولة من القناه 2012 هذه سبب من اسباب الفرحه، وشكرا وما قصرتوش. وي احنا جمهور منورين، دي حياه عيوني كان المباراه جايه نرفع عون الله تعالى يعني هناك كان احيانا ربكم ان شاء الله نرفع مجنوني، لو كان يقتلوني بتكون عليا بدا
وهذه فرحه مش لجمهور الاتحاد بس، هذه جمهور ليبيا كلها، واحنا منغيروا من كد الخبزه ونكد الثقيل ونكد كذا للرجافه. يلا يا اولاد تسويق الفريق يلا. فريق الاتحاد بمناسبة الفوز، وتعتبر هذه البداية، ونتمنى لهم التوفيق في المباراة الجاية، ويكون التنسيق أعلى من هيك. يعني مباراة الدوري كان واقف وما فيش دوري في ليبيا، ويعتبر الفريق أدى مباراة ممتازة جدا بالنسبة لي أنا، وإن شاء الله يكونوا فزتهم موفقين في المباراة القادمة. الكورة الليبية حمام اللهيب، نادي مشاهير تاريخ كبير، في الكورة الليبية بس قلبي يتيحة والله نحب 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 ان شاء الله ربي يفرحنا ونجيب نتيجة من برا ماذا بينا فهمتك يا فلان نترشحوا للدور القادم ان شاء الله خير ان شاء الله احلى نادي عليكم والله ان شاء الله عليكم هيا ولادي قولوها في الشرقاوي دواي ما شاء الله علينا يسلم ناديها ديما مرفوع الراس واجد من شوية ما شاء الله علينا يسلم ناديها ديما مرفوع الراس وإن شاء الله بإذن الله الاتحاد يخش المجموعات احنا خاصة متأكدين من فريقنا فريقنا كبير وإن شاء الله بإذن الله المباراة القادمة حتكون معناها حافز لنادي الاتحاد الفرحة هذه ما فيش من نفسه وجمهور الاتحاد معروف عندنا مش غريب على جمهور الاتحاد حبان الأخير قديم شهير تاريخ هذه مش أول فرحة للنادي الاتحاد، الاتحاد معروف أفريقيا ومعروف بجمهوره فهمت؟ وديهم جمهوره مثال تشرح الجمهور حتى في السباق، وإن شاء الله إحنا بإذن الله هيك يا رب توفقنا إن شاء الله العودة والعودة أحمد. والله نحبك بس قلبي يا تيحة والله. نحبه 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 نحبه. ألف مبروك الجمهور الاتحاد على هذا الفوز العريض. الجماهير الليبية بشكل عام دائما تمتعنا بأسلوبها وبتشجيعها المتحمس وتشجيعها الجميل دائما. أستاذ عماد، يعني الجماهير الرياضية حتى أنا من ضمني أن المباريات اللي كانت في طرابلس هي اللي اعطتها الدفعه المعنويه، لان الجمهور الليبي دائما يدعم بالدفعه المعنويه، وهي اللي تقريبا لها الدفعه المعنويه للاعبين بحيث انهم حققوا هذا الفوز. استاذ عماد، الاهلي في طرابلس والاتحاد نعم. ساهمت في مزيد من الالتفاف حول الفريقين ومن حق كل جمهور، يعني كل جمهور كل نادي انه هو يفرح في بتحقيق الفوز وهو اول واخيرا انتصار لكره القدم الليبيه قبل يكون الانتصار للنادي، ومن حق الجمهور، وان شاء الله احنا نشوفوا دوري يرجع الدوري الليبي وترجع المشاركات الافريقيه لكل الانديه الليبيه، ايضا من حق الانديه الاخرى ان هي تشارك. لهذا احنا نطالبوا بعوده الدوري حتى تستطيع الانديه الاخرى، عندنا الاهلي بنغازي والنصر والمدينه صحيح. وكل الفرق الكبيره الهلال تحدي كل الانديه الكبيره ان هي تشارك في الدوري، يكون عندها طموح الفوز ببطوله الدوري والكاس من اجل تحقيق هذه المشاركه والظهور، وحتى تفرح جماهير هذه الانديه وحتى تتجاوز ليبيا هذه الازمه اللي تمر بها البلاد. وكره القدم انا اعتقد انها هي تجمع ولا تفرق، أتمنى ان الدوري الليبي يعود باسرع ما يمكن، يكون في قرار جريء بعودة الدوري الليبي رغم الظروف، يكون القرار العودة قريب إن شاء الله. على ذكر الدوري الليبي، يعني الاتحاد الليبي أصدر قرار أن هم يصعد خمس لاعبين إلى الدوري، خمس فرق خمس أندية إلى الدوري الممتاز، كيف ترى هذا القرار؟ لا هو قرار
الاتحاد الليبي لكرة القدم قرار يعني رأى عدم تنظيم نهائيات للفرق المعنية بهذا القرار. نعم. لكن هو قرار ربما الاتحاد الليبي لكرة القدم يخطط لشيء. ممكن ربما يكون دوري مناطق. هذه توقعاتي أنه هو يخطط لإقامة دوري مناطق. يعني على تكون نهائيات مجمعة في أحد المدن الليبية بعيدة عن الأحداث التي تشهدها البلاد. نعم. فهذه هي ممكن ربما يكون هو هذا الهدف من يعني تصعيد عدد من الفرق للدوري. سيكون عدد الفرق 20 فريق أو 21 فريق، وفي السابق كان أكثر من هيك العدد، لكن هي في النهاية يعود الدوري الليبي حتى ولو بأكثر من العدد المعروف سابقا. نعم. أهم شيء عودة الدوري أهم من عودة من عدد الفرق في صحيح. هذه المرحلة، لأن عودة الحياة لكرة القدم لأن أجيال من اللاعبين يخافوا عليهم أنهم يضيعوا، وفي هذه الفترة عودة الدوري ملحة جدا للعديد من الاعتبارات حقيقة، صحيح. ومنها يعني لم شمل البلاد حتى تكون ليبيا واحدة، وإحنا نسعى لتكون ليبيا واحدة، وكرة القدم زي ما قلت لك إبراهيم إن هي تجمع ولا تفرق. أكيد أستاذ عماد، يعني تقييمك بصفة عامة للاعبين للمحترفين اللي يلعبوا خارج ليبيا، تقييمك بصفة عامة، أكرم زوي الآن هداف الدوري الأردني وأيضا محمد زعبية هداف الدوري الجزائري، يعني وفي العراق ينشط الكثير من اللاعبين الليبيين، بصفة عامة هيك رأيك في اللاعب المحترف الليبي؟ والله هم اللاعبين الليبيين اضطروا أنهم يغادروا لدوريات بعض. نعم. الدوريات مثلا دوري العراقي رغم الظروف اللي تحدث في العراق، إلا أنهم أكثر من 5 لاعبين موجودين في الليبيين في العراق يشاركوا في الدوري العراقي، هم مضطرين حقيقة لأن توقف الدوري وعدم وجود فرصة لهم في المنتخب الليبي مع المدرب الأسباني كليمنتي. نعم. رأوا أنهم يشاركوا في أو يغادروا لخارج ليبيا، ورب يكون في عونهم، يعني هم يمروا بظروف صعبة، بعض اللاعبين يمروا بظروف صعبة، لكن احنا نشجعوهم ونتنوا عليهم ونتمنى أنهم يواصلوا مسيرتهم. اللاعب أكرم الزوي قدم في مستوى كبير في الدوري الأردني، أيضا لاعب محمد زعبية هداف الدوري الجزائري، هو لاعب يعني يملك مواصفات الهداف ولاعب يعني جيد، فلهذا وجود هؤلاء اللاعبين واستمرارهم في اللعب في دوريات قوية مثل هذه الدوريات زي الدوري الأردني يعتبر دوري يعني جيد، خاصة نشوفوا التأثير الدوري الأردني على المنتخب الأردني الآن، وأيضا الدوري الجزائري، فاللاعبين الليبيين هم يعني لم يكونوا مخيرين حقيقة في التوجه خارج ليبيا، لكن هي فرصة هي جت، ونتمنى لهم أنهم يتوفقوا وتمنوا انهم ينجحوا في مسيرتهم هذه الى حين عوده كره القدم الليبيه في الفترات القادمه ان شاء الله. بخصوص تقييمك يعني للتصنيف الاخير، تصنيف الفيفا للمنتخب الليبي، التصنيف اللي اول مره يوصل المنتخب الليبي، يعني كيف تقيم هذا التصنيف؟ لا هو مش اول مره يوصل ترتيبنا لهذا المستوى، وصلنا ل 120 تقريبا بالسابق. نعم. طبعا مباراه مصر يعني الاستفادة أنا ما شفتش منها استفادة كبيرة، وضع مباراة مصر في الرزنامة رزنامة المنتخب كانت أعتقد أنها هي غير موفقة، لأن المباراة كان من المفترض أنها لا تكون مسجلة دوليا أو مصنفة دوليا، باعتبار أنه هو حكمها أصلا يعني الطاقم التحكيم اللي أدار هذه المباراة هو طاقم التحكيم النفس للدولة اللي أديرت فيها المباراة. نعم. فلهذا كان من الأفضل أن هي يعني مطالبة المنتخب الليبي بأن هي لا تدرج ضمن الفيفا دي، لكن قدر الله وما شاء فعل. نعم. خاصة أن اللاعبين بالنسبة للاعبين اللي شاركوا في المباراة أغلبهم يعني غير أساسيين، يعني غياب بعض اللاعبين الأساسيين على الفريق، كذلك عدم استعداد الفريق لهذه المباراة، فهذا أثر بشكل كبير على المستوى وعلى النتيجة، وبهذه النتيجة تراجعنا للخطوات للخلف خطوات كبيرة، يعني 24 خطوة للوراء أثرت على تصنيفنا، وخاصة نحن مقبلين على دوري المجموعات. نعم. في تصفيات كأس العالم ستؤثر على تصنيف الفريق المنتخب الليبي في هذه التصفيات. نعم أستاذ عماد، يعني شكرا جزيلا على رحابة صدرك، وأنك أنت كنت معنا. كلمة أخيرة هيك تحب توجهها للمشاهد الليبي والجمهور الليبي بصفة عامة؟ والله ندعو بمناسبة يعني على الأقل بمناسبة عيد الحب، نتمنى. نعم. أن الليبيين
ان الليبيين والشباب الرياضي وخاصه شباب الرياضه والانديه الرياضيه ان هم يحبوا بعضهم اكيد ويساهموا. يعني احنا الليبيين بصفه عامه نحن نكونوا نحبوا بعضنا اكيد في هذه الظروف الصعبه والعصيبه اللي تمر بها البلاد. وان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد ان شاء الله. دعوه جميله من استاذ عماد، وان شاء الله يا ربي يعم الحب على كل ليبيا بشكل عام ونشوفوا الامن والسلام ليبيا. شكرا استاذ عماد على رحابة صدرك ولوجودك معنا استاذ عماد. وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لليوم اللي حكينا فيها علي فرحتنا بممثلي الكرة الليبية الأهلي والاتحاد، وإن شاء الله كل التوفيق لهم في قادم المواعيد وللرياضة الليبية بشكل عام. تصبحوا على خير، مع السلامة.